في روميا الإصحاح الأول يقول: لأن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم. هذا الغضب في نار متقدة وغيرة في داخل الله يسمى غضب مقدس، فهذا جزء من الدينونة طبعا على الخطية، بسبب الخطية اللي بتلوث كل نواحي الحياة. فالغضب مثل النار تأكل وتشتعل وتدمر حياة الإنسان. لكن في غضب صحيح، هذا الغضب هو غضب مقدس. فمثلا يسوع غضب في العهد الجديد، وأنا عاوز أتكلم شوي عن هذا الموضوع، لكن بدي تفكر في هذه الكلمات: اغضبوا ولا تخطئوا ولا تعطوا إبليس مكاناً.